لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب التسليم إذا جاء المجلس. حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن رجع فليسلم، فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى. هذا من عموم إفشاء السلام كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام. ولذلك أمر بإفشاء السلام أو بإلقاء السلام إذا دخل رجل على مجلس فيسلم، وهذا يشمل المجلس في المسجد وغيره. وكذلك إذا انصرف ثم عاد، بل عند المفارقة أيضا يسلم عليه، يعني إذا فارقهم فإنه يسلم عليهم. والرواية اللي جاية أصرح: فإن رجع رجع من عندهم. ده ظاهر الحديث ومحتمل. إذا رجع يعني إذا جاء المجلس فليسلم، فإذا ذهب لحاجة ثم رجع مرة أخرى فليسلم. لكن الصحيح إن رجع يعني رجع عنهم. ليه؟ للرواية اللي جاية: فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى، يعني كلاهما حق وكلاهما مأمور به. عن باب التسليم إذا قام من المجلس: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل المجلس فليسلم، فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم، فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى. هذه رواية صريحة في أنها في من أراد أن ينصرف من المجلس. إذا أراد أن ينصرف من المجلس فإنه يسلم. باب حق من سلم إذا قام. حدثنا مطر ابن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بسطام قال سمعت معاوية بن قرة قال: قال لي أبي: يا بني، إن كنت في مجلس ترجو خيرة فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، يعني هتاخد ثواب شريك لهم في الخير الذي كان بعد أن تنصرف. وما من قوم يجلسون مجلسا فتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. أعوذ بالله. المجالس التي ليس فيها ذكر الله كأنها أكل ميتة، وميتة منتنة، نعوذ بالله من ذلك. وأنه لا ينبغي أن يقوم العبد من مجلس يرجى فيه خيره، يرجى في المجلس الخير، إلا إذا عاجلت له حاجة ولا يستطيع أن يؤجلها. لا ينبغي أن يفارقهم إلا إذا كان هناك حاجة عاجلة، عجلت بك حاجة، وإلا فالأولى أن ينتظر. فيه التسليم إذا قام كما دل عليه حديث أبي هريرة في الباب الذي قبله. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة أنه سمعه يقول، يعني موقوف من أبي هريرة، يقول: من لقي أخاه فليسلم، فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. إفشاء السلام أمر مطلوب، يعني كل حاجة تسلم،
حصل فرقة يسيرة، فرقة الشجرة دي حاجة ايه يسيرة، ومع ذلك شرع لك ان تسلم. قمت ورجعت، سلم وانت ماشي وانت ايه وانت راجع، وصح موقوفا وصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام بنفس اللفظ. بعض الناس بيردوا السلام عليكم مع السلامة، اللي بيرد يقول له السلام عليكم يقول له مع السلامة، نقص في الرد. لا بل ينبغي أن يقول وعليكم السلام، هذا الأدنى. وإن ذكر لفظ السلام فقط أجزأ، فلو قال سلام قال سلام أجزأ، ولكن ليس هو الذي يأخذ الثواب الأكمل عليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض، من فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال الطيبي فيه حث على إفشاء السلام وأن يكرره عند كل تغيير حال ولكل جاء وغاد رايح جاي. الأمثلة الباطلة بقى كتر السلام يقل المعرفة، كتر السلام يكتر المعرفة، كتر السلام يزيل البغضاء والشحناء. باب من دهن يده للمصافحة. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا خالد ابن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن قريش البصري هو ابن حبان وابن حيان عن ثابت البناني أن أنسا كان إذا أصبح ادهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. يبقى الدهن المقصود بها الإيه؟ الطيب، الطيب اللي هو العطر يعني، يعني من أجل أن يسلم على إخوانه ويده متعطرة. معاني جميلة جدا لا تحصل إلا من محب لإخوانه، محب للخير للمسلمين، وفيه بركة المصافحة وفضيلة المصافحة واهتمام الصحابة بها لأنها من أسباب تساقط الذنوب. بوس الإيد بقى يمنع من المصافحة، لو هو سابه يبوس إيده كده كبر في الغالب وليس في كل حال يعني، ولو إن هو يعني من نزع يده ما تمت الإيه المصافحة. فينبغي أن نهتم بالمصافحة التي تتساقط معها الذنوب بدلا من بدعة تقبيل اليد عند كل لقاء. بقول بدعة؟ بدعة تجوز أحيانا على سبيل الندرة، لو كانت تخيلوا كده الصحابة كل لما يشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل يده كما يفعل عند بعض المشايخ الصوفية وغيرهم، نقول الكلام ده كان يغيب نقله عن الصحابة رضي الله عنهم حتى لا ينقله إلا في واقعة واحدة يعني أو واقعتين مثلا، وعن الصحابة يعني في وقائع معدودة. ما لو كانوا كل ده هديهم المستمر، ده هديهم المستمر المصافحة وفضيلة المصافحة. التقبيل في الوجه جائز، ولكن التقبيل مش مشروع إلا مع طول غياب أو سفر. باب التسليم بالمعرفة وغيرها. لو تقبيل اليد بالمبالغة الحاصلة لا بدعة فعلا. هي ممكن الشيخ تسلم للكبر مداومة والاستمرار، لا مع المداومة والاستمرار والقول بقى بأن اللي يسمح له انه يبوس ايده ده مش كل الناس، ده طائفة معينة مش كل الناس تبوس الايد. بتسمعها من شيخ زمان كده شيخ صوفي بيقول مش كل الناس تبوس الايد، يعني في ناس يسمحوا لهم يبوسوا الايد والتانيين دول ايه دول ما لهمش الموضوع ده،
يحسسه انه شرف عظيم ان هو خليه ايه يبوس ايده. وبعدين انتقل الى بعض السلفيين ونسأل الله ان يهديهم. باب التسليم بالمعرفة وغيرها. غير المعرفة يعني من عرفت ومن لم تعرف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير يعني أي أفعال الإسلام خير؟ أي خصال الإسلام خير؟ وقع الاختلاف في الجواب حسب حال السائل والسامعين. طعم الطعام من خير خصال الإسلام خصوصا مع الحاجة إلى ذلك. طعام الطعام أوسع من إطعامه للفقراء والأقارب والجيران والأصحاب. كل إطعام الطعام داخل في هذا من أفضل خصال الإسلام. وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فيه أن إفشاء السلام مع المعرفة وعدم المعرفة دون تخصيص. الأصل في المجتمع المسلم الإسلام، لذلك نفشي السلام على هذا. قال باب حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والصوادات أن يجلس فيها. فناء الدار ما حوله أمامه ما كان في جوانبه وقريبا منه. نهى عن الأفنية والصعادات. الصعد الصعادات جمع صعد جمع صعيد. الطرقات الواسعة. فقال المسلمون لا نستطيعه لا نطيقه، ما يقدروش ما يقعدوش في هذه الأماكن، الجلوس على الطرقات. قالوا مجالسنا ما لنا منها بد، هيقعدوا فين؟ فقال أما لا فأعطوا حقها. قالوا وما حقها؟ قال غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية، وفي بعضها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث يدل على أن الأمر الأول لم يكن للتحريم، لأن الصحابة ما كانوا ليقولوا ذلك وهم يفهمون أنه أمر محرم. يبدو أن ذلك من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتركهم كثيرا يجلسون في الطرقات، فلما نهاهم جمعوا بين الدليلين بأنه إنما ينهاهم نهي تنزيه، فيقال بكراهية الجلوس في الطرقات فيه إطلاق عدم الاستطاعة وعدم الإطاقة على الشيء الذي يشق جدا. قال أما إذ لم تفعلوا فأعطوا حقها. قال وما حقها؟ قال غض البصر، الذي على أن المفسدة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات أمر النساء أي عموما وكشف العورات، فلذلك بدأ بغض البصر وإرشاد ابن السبيل. هذا يدل على أنه ينبغي لمن جلس على الطريق أن يبين الطريق للسائر الذي لا يعرف الطريق. لا شك أن في رد التحية رد السلام تكريم للمار وعدم احتقار له، وكذلك ينبغي أن نرشده لمصلحته. تشميت العاطس إذا حمد الله لأنه حق لكل مسلم، والأمر معروف عن المنكر لأن الطرقات يكثر فيها المنكرات، ينبغي للعبد أن يلزم بيته إذا لم يكن له في الخروج حاجة. المقاهي الجلوس عليها من الجلوس على الطرقات،
لأنهم لا يجلسون في داخل المحل ولكن يخرجون خارجه ويعني ربما فعلا يضيقون الطريق. لو هي ما فيهاش إلا ذلك، أما بقى من جلس فيها فيحتاج إلى النهي عن منكرات الدخان ولعب النرد ونحوه والنظر إلى التلفزيون الذي به أفلام ونساء ومتبرجات، نسأل الله العافية. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا كنانة مولى صفية عن أبي هريرة قال أبخل الناس من بخل بالسلام، والمغبون من لم يرده، وإن حالت بينك وبين أخيك شجرة فإن استطعت أن تبدأه بالسلام لا يبدأك فافعل. يعني تسابق من اللي يبدأ التاني، حديث ضعيف الإسناد لكن كل أجزاء لها إيه؟ لها شواهد. أبخل الناس من بخل بالسلام حديث صحيح، والجملة الأخيرة صحت مرفوعة. المغبون من لم يرده، إجماع العلماء على أن من لم يرد السلام أثم، لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا كان يستطيع أن يكون شريكا في هذا الخير وأن يأخذ 30 حسنة فكيف لا يرد؟ لا يصح أن يرد بأقل مما بدأه صاحبه، لا في احتمال. لو هو قال سلام الأولاني يرد التاني يقول سلام، أما أن هو يرد بأقل مما بدأه صاحبه، ربنا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لم يجعل خيارا بأنقص منها، لا ليس أنقص منها. ظاهر الآية أنه يأثم إذا نض بأنقص منها، نعم ما فعل. تكرار السلام نعم الخصلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اللي تفصل في شجرة، واللي ومجالسهم كانت بتبقى فين؟ في المجلس ده كتير جدا، فإذا كان في مجلس خش سلم وقام سلم. طب وماله؟ كل شويه 30 حسنه كل شويه 30 حسنه هتقعوا في الخير. طب وبعدين يخش يسلم بعد كده، الاولى ان هو يخش يصلي ركعتين وبعدين يسلم، مش انه يخش يصلي ركعتين وما يسلمش زي ما احنا بنعمل احنا بقى. طب في الجمعه شيخ؟ ها؟ في الجمعه؟ في الجمعه ينبغي ان ينشغل بالخطبه، ولو سلم لم يستحق ردا. الامام يا إما يرد الإمام أو بعد أن تنتهي الخطبة. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن حسين عن عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال وكان ابن عمرو إذا سلم عليه فرد زاد، إذا سلم عليه فرد زاد. فأتيته وجلس فقلت السلام عليكم، فقال السلام عليكم ورحمة الله. ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته. لكنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا ضعيف موقوفا. ها؟ لما يوصل لأعلى حاجة يبقى يردها، إن هو ممكن يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواتي وتعالى يجمل له إيه؟ لما هو يبقى خطبة طويلة. إن هو ابن عمر، ابن عمر قال له عليك ألفا، يعني ان انت هتزود ايه بقى؟ كأنه كره ذلك.
باب لا يسلم على الفاسق. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عبيد الله بن زهر ابن زحر عن حبان ابن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا تسلموا على شراب الخمر. ونعمة يعني نعمة أن لا نسلم عليهم فعلا، إن ذلك فيه زجر خصوصا مع شهرة تحريم الخمر. أما شارب السجائر فأكثرهم لا يعرفون حرمتها، فلا يعني تمتنع من ذلك من هذا الباب، وإن كانت محرمة إلا أن الناس لا يعرفون فيحتاجون إلى من يتألفهم ثم يبين لهم. ها؟ لا، ترك الصلاة لمن علمت أنه لا يصلي، أما أنه جالس على القهوة مثلا أنت لا تدري صلى أم لا، يمكن يخش يصلي في الدكان. وكثير من أهل العلم يرى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة فقط، وكثير من الناس يأخذ بذلك، وهذا أننا نعتقد أنه قول غير صحيح، إلا أن هذا لا يفسق به الشخص. عموما الهجران مبني على المصلحة، ولا يسلم على الفاسق والمبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه، ولا يرد عليهم السلام أيضا كما قال جماعة من أهل العلم، وذلك على سبيل التأديب لهم والتبرؤ منهم، كما لم يرد أبو طلحة على أبي كما رد أبو قتادة على كعب بن مالك أثناء فترة المقاطعة في حديث توبة الثلاثة الذين خلفوا. قال حدثنا محمد بن محبوب ومعلى وعارم قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة، يعني ملوش حق في هذا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال حدثني أبو رزيق أنه سمع علي ابن عبد الله يكره الأسبرنج. الأسبرنج اسم للحصان في الشطرنج، حصان الشطرنج، يقول الفرس بالفارسية، اللفظة فارسية معربة. سمع علي بن عبد الله يكره الأسبرنج ويقول لا تسلموا على من لعب بها وهي من الميسر. ضعيف. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.